السلام عليكم يا أصدقاء، معكم ميمون، واليوم سنكشف بعض من أسرار جي تي اي سان أندرياس. كتابات الأشباح. عند دخول المقبرة ليلا سنلاحظ كتابات على أحد جدرانها، ولكن تلك لن تدوم طويلا، فإذا صبرنا حتى شروق الشمس سنلاحظ اختفاء الكتابات. أعتقد أن روكستار تلمح إلى وجود الأشباح. مختبر وسلاح لعبة هالف لايف. في سان أندرياس، فإذا دخلنا إلى القاعدة العسكرية باستخدام جلتش الدراجة النارية وللقيام بهذا ننزل منها بجانب فتحة التهوية، وسنستطيع اختراق الأرض والدخول إلى القاعدة. من السهل أن نضيع فيها، ولكن الجزء المميز في هذا المكان وجود مختبر شبيه بمختبرات هالف لايف، بالإضافة إلى أننا سنلاحظ سلاح الشهير الذي يحمله غوردون فريمان. مختبر الزومبي. هذه البناية الغريبة تحمل داخلها عدة لافتات تدل على أنه مختبر يطور فيروس الزومبي. بالإضافة إلى صور الأديان المنتشرة في المكان، أعتقد أنه يتم إجراء تجارب على البشر هنا. فساد الشرطة. هناك شيء غريب يحصل في الداخل، فعند التسلل إلى مركز الشرطة باستخدام سيارة تابعة لهم ستستطيع الدخول، وستلاحظ شرطيين يقومون بضرب أحد المواطنين بشكل مستمر. الأول يضرب والثاني يهتف له، هذا يدل على فساد الشرطة داخل اللعبة، وهذا ما حاولت أن تلمح إليه شركة روكستار. إذا بقيت هناك مطولا فستنطلق صافرة الإنذار. أكياس الجثث. يبدو أن هناك قاتل حاول التخلص من الجثث، فنلاحظ الجثث الستة وبجانبها المركبة التي استخدمت في نقلهم. الشيء الغريب أنها قريبة قليلا من القاعدة العسكرية. كانت هذه بعض من أسرار جي تي اي سان أندرياس، وما زال هناك المزيد، جزء ثاني وجزء ثالث. ربما في المستقبل سنتعمق في هذه الأسرار ونحاول إيجاد حلول منطقية لها. شكرا على المتابعة، وألقاكم قريباً.